بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي تعيش في المناطق الصحراوية، وبالذات في فصل يعني الشتاء والصيف في المناطق يعني مثل محافظة الأحساء، ممكن يعيش هذا النوع من أنواع النباتات الشوكية. طبعا مثل ما تلاحظون هذا شكله، نحاول يعني أوريكم شكله بالتحديد. طبعا هذه العينة عمرها لا يقل عن سنة كاملة، تم زراعة أنسجة مثل ما تلاحظون هنا، الأنسجة المتواجدة في الناتجة بسبب النبات. طبعا قد ترجع هذه الأنسجة إلى نفس الخلايا المتواجدة من النبات نفسه، وأيضا قد تكون بسبب نوع من أنواع الفطريات، أو بسبب نوع من أنواع البكتيريا، أو بسبب النبات نفسه مثل ما تلاحظون، وغالبا تكون بسبب الاثنين، يكون النبات والميكروبات المساعدة للنمو. طبعا هذا أحد النباتات التي يعني تنمو في فصل الشتاء والصيف، وأيضا تكثر في جنب النباتات الزهرية والنباتات غير الزهرية أيضا، ومتكيف وقوي جدا ويتحمل الظروف الصعبة، وأيضا يتحمل البرودة القوية، صفر مثلا تحت درجات حرارة يعني منخفضة جدا، وأيضا يتحمل درجات حرارة مرتفعة. طبعا العدو الوحيد له هو الجفاف القوي جدا، قد يسبب الموت لهذا النبات وجميع النباتات. طبعا عندما تحصل لها أي نوع من أنواع الجفاف ممكن تسبب لها الموت، والجفاف يعني الماء أو غيرها من المواد المتواجدة داخل جسمها. أيضا بعد تشريحها تم دراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة داخلها مثل الفطريات، البكتيريا، أيضا نوع من أنواع الديدان يعيش داخل جسمها. يعني يوجد عينات كثيرة جدا، أنا أنصح الباحثين يعني في هذا المجال بدراسة العينة وتكثيف الجهود بدراسة المخلوقات والنباتات يعني بشكل عام، ويعني يعني لمعرفة أسباب موتها أو الأمراض المتواجدة فيها، وأيضا الأسباب الأخرى التي تساعدها في النمو، ممكن كلها تؤثر على حياة الإنسان من نواحي متعددة. أيضا مثل ما تلاحظون في الأعلى يوجد هنا مستعمرات من الأنسجة قد ترجع إلى نوع من أنواع الفطريات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.